السلام عليكم البنات، مرحبا بي عندكم ومرحبا بكم عندي. اليوم جيتكم بواحد الوصفة سهلة وبسيطة وفي متناول الجميع. بالنسبة للناس اللي كيعانيو من الكحولية تحس من عينيهم، فهاد الوصفة غادي ان شاء الله تهنيهم وتريحهم. بالنسبة لهاد الوصفة كنحتاجو فيها ثلاثة المكونات، يلاه معايا تشوفوهم ومرحبا بكم. السلام عليكم البنات، بالنسبة للمكونات اللي غادي نحتاجو، فغنحتاجو نص معلقة ديال القرفة، ونص معلقة ديال القهوة، ونص معلقة ديال العسل. هاد المكونات كاملين غادي نعجنوهم، غادي نخلطوهم مع بعضياتهم ونبداو نخدمو بهم. كنحصلو على الخليط ديالنا بحال هكا كما كتشوفو معايا، وعاد كنبداو نخدمو به. من بعد ما خلطنا الخليط ديالنا فكندوزو مباشرة كنديروه تحت من العين ديالنا بحال هكا بهاد الطريقة هادي، وكندوزو للجهة الأخرى كنديرون فيها نفس العملية، وكنخليوه تحت من العينين ديالنا مدة ديال 10 دقائق حتى 15 دقيقة وكنغسلوه. من بعد ما كنديرو الوصفة ديالنا تحت من العينين ديالنا، كنخليوها مدة ديال 10 دقائق حتى 15 دقيقة وكنغسلوه بالماء. وهاد العملية يمكن تكرروها مرة في الأسبوع حتى جوج المرات في الأسبوع، وإن شاء الله تكونوا راضين على هاد الوصفة ديالي. ونتمنى إن شاء الله يعجبكم الفيديو، وما تنسوش تدعموني بلايكات ديالكم حتى الفيديو القادم. السلام عليكم.